بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم, میں خلد زہرا عابدی آپ کے سامنے تلاوت حدیث قصہ بیان کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قالت سمعت فاطمۃ انها قالت دخل لها برسول اللہ بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ, فقلت علیک السلام یا خالہ, انی اجید فی بطن الزفاء, فقلت له اعوذ بالله یا ابدا من الزفاء, فقال یا فاطمۃ اتینی بالکساء یمانی فقدتینی به فاتیتو بالکساء یمانی فقدتیتو به وسرت انظر الیه اذا وجه یتعلق عنا بدر فی لیلۃ تمامه وکمالی. اللهم صل علی محمد وآل محمد. فقال فما كانت اللساء ثم عيسى بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه, فقلت عليك السلام يا قرتين والثمرات فعلي, فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله, فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله, يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي, قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة ثم إذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أما, فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ويا قرة عيني والثمرات فوادي, فقال لي أما إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحته جد رسول الله صلى الله عليه وآله, فقلت نعم إن جدك باقاك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اقتال الله وتازنوا لينكون معكما تحت الكساء, فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي, قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. السلام علیکم, میں خلد زہرا عابدی آپ کے سامنے تلاوت رحمان شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمه البيان, الشمس والقمر بحسبان, والنجم والشجر يسجدان,